أهلاً الصراط طاب المحي عن مقهى جئناكم ضموا إلينا عن مقهى جئناكم بالفكر نلقاكم نحن وإياكم عن مقهى هيات عن المقهى. أهلاً بكم مشاهدينا وأول حلقة من على المقهى في عام 2013 بعد ما انتهت 2012 بحلوها ومرها بانتخاباتها باستفتائها بدستورها. كل عام وانتم بخير ونأمل معكم ان العام القادم يكون احسن مش بس من العام اللي فات لكن من كل الاعوام السابقة. نحن معكم على المقهى على الهواء مباشرة نلتقي. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى وكل عام وأنتم بخير. نحن معكم من على المقهى ومعي بعض من رواد المقهى هنتكلم معاهم على أهم الأخبار اللي كانوا بيتابعوها وهل اختلفت الأخبار اللي بتابعوها في 2013 لسه بدأ عن الأخبار اللي أنتم كنتوا بتابعوها وبتقروها في 2012. أبدأ مع حضرتك، عرفني نفسك الأول. كل سنة طيب. وأنت طيب؟ محمود البسطي. أهلا بيك. أهلا بيك. تابع إيه بقى الأيام دي؟ والله انا فوجئت بعد مع اول بدايه السنه ويتكلموا عن ازمه الدولار وده يوصل 6 جنيه و19 قرش و6 جنيه و40 قرش و6 جنيه و50 قرش. اشتغل ايه حضرتك؟ انا عندي شركه تسويق عقاري. تمام. يعني مرتبط قوي بالسوق وعارف حاسس الدنيا بتمشي ازاي، واللي بيشتري بيت او اللي بيشتري ارض او اللي بيشتري عماره او اللي بيشتري سكن بيبقى متاثر بالحركه والاتموسفير الاقتصادي بتاع البلد كلها. فسبحان الله من بعد الثورة لحد دلوقتي وحركة البيع والشراء بقت قوية جدا. ازاي بقى؟ قرار الشراء موجود والفلوس موجودة والشعب المصري عنده سنس اقتصادي كده من نفسه بيعرف البوصلة رايحة لفين وفين. فهلوة بقى بتاعت المصريين. هي مش فهلوة والله، هي بوصلة، هو عنده سنس بيحس يشتري امتى وما يشتريش امتى. حركة البيع والشراء في سوق العقارات المصري من بعد الثورة لحد دلوقتي أحسن من قبل الثورة بسنة أو باتنين من تاريخ الأزمة العالمية. في كل حتة في القاهرة وفي مصر ولا في أماكن؟ وفي السكن الفاخر تحديدا، مش السكن الاقتصادي. مع أنه السائد أنه خلاص يعني اللي معاه فلوس يعني مكتم عليها لأنه مش عارف بكرة مخبي له إيه. أول ست شهور بعد الثورة بس، بعد كده الأسعار اتحركت وما نزلتش وكله ابتدى يشتري وبقت دفعة شراء قوية جدا في السوق العقاري. اسعار المواد البنى كانت ستيبل قوي في الفتره اللي فاتت، ابتدت تتحرك الايام دي لما شموا نفس ان الاسعار العقارات ابتدت تتحرك والطلب عليها بقى كتير فابتدت اسعار تتحرك من الاسبوع اللي فات. اكيد انت سمعت عنه اللي بيشتروه دلوقتي يخزنوه. ما هو يشتروه دلوقتي ويخزنوه هي مجرد اشاعه بتمشي وما زالش من ما ابرأش الاعلام من هذا. الاعلام بقى يعني كان سعر الدولار انا كنت شاريه ب 6 جنيه 19 قرش وفوجئت بليل ان هو 6 جنيه 42 قرش. طب مش ده كان حقيقي ولا دي كانت اشاعه؟ انا مغيره ب 6 جنيه 19 قرش الاقي بالليل يقول لك وصل 6 جنيه طيب 42 قرش. يمكن ارتفع فعلا. ما كانش بالفتره دي، ما كانش بالصوره دي وما كانش بالسرعه دي. هي في لكن انت تقصد انه ممكن يبقى في مشكله لكن الاشاعات بتكبرها. بالظبط، هي في هيصه. هيصه تخلي الاشاعه تتحول لحقيقه. واللي بيعملها ما معلش مني تاني هو الاعلام. طيب الدولار ازمتنا فيها، انا كان عندي تصور بسيط جدا. احنا عندنا حوالي 7.5 مليون مغترب شغالين بره وهم دول من احد اهم مصادر العمله الصعبه اللي التحويلات. ولما يجي ينزل بعربيه، يعني انا اشتغل في السعوديه واجي انزل بعربيه ما تنزلش، لازم تكون فيرست اونر وتنزل وتدفع ضرايب قد كده، فبضطر ابيعها بنص الثمن عشان ما انزلش بيها عشان ما ادفعش الضرايب دي كلها واجي اشتري من هنا. طيب ما نزلها ويشترطوا عليا ان انا احط الفلوس بتاعتها او مقدار معين في بنك حكومي واديها 3 سنين واخد عائدها بعد كده، يبقى اللي بره ما يستفدش بالفلوس اللي انا ضحيت بيها. يبقى كل واحد من 7.5 مليون ينزل بعربيه واحده.
اضربي بقى مثلا 50,000 جنيه او 30,000 جنيه في 7.5 مليون يتحطوا في وديعة بنك حكومي للفترة دي. هيبقى طب عندنا... ما تحضرونا بقى في الموضوع ده نتعرف عليكم كده عشان نشترك كلنا في الحديث. انا اسمي احمد امام، انا دكتور في كلية الهندسة قسم عمارة تخطيط مدن. اهلا بيك. وصاحب مكتب استشاري. اهلا بيك حضرتك. انا محمد الحبشي مدير مالي. اهلا حضرتك. هشام الغراوي مهندس في شركة تبع قطاع بترول. اهلا بيك. طب انا شايفة ان البداية كانت اقتصادية جدا، هل انتوا كمان بتابعوا والله هو دلوقتي هو يعني الازمه اللي موجوده فعلا هي ازمه اقتصاديه، ما حدش يستطيع ان هو ينكر انه في ازمه فعلا اقتصاديه، والازمه الاقتصاديه دي ناتجه بس واضح انه في بيع وشراء، يعني الناس لا مش هو في الموضوع مش وحش قوي، هو في مشكله لكن مش حاسس بالمشكله كل الناس. يعني احنا ما نقدرش ان احنا، انا مش راجل اقتصادي لكن عندي احساس بالاقتصاد، لكن هي الازمه ما تقلقش. يعني انا يعني هل توجد ازمه ولا ما توجدش ازمه؟ في ازمه. طب انت لكن كمواطن عادي حاسس لكن بالازمه؟ هل الازمه تقلق او لا تقلق؟ هي لا تقلق لسبب، لان احنا الازمه دي واحده من ضمن ازمات كتير جدا 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 مر بها الشعب المصري. لا كويس، بس لما تتعلق بلقمه العيش اكيد تقلق. يعني انت لما تسمع ان الدولار، حتى لو انت مش بتشتغل بتقبض بالدولار او بتدفع لحد بالدولار، لما تسمع ان الدولار بيغلى اكيد هتقلق انه كل حاجه حواليك اسعارها هتغلى. هو انا هقول لحضرتك، انا يعني من الناحيه دي انا متفائل جدا، يعني انا متفائل جدا بالمستقبل، حتى المستقبل القريب. يعني انا متخيل ان احنا ان مصر هتعمل طفره غير عاديه في خلال الست شهور الاولانيين من السنه اللي هي 2013. ليه بقى؟ اشمعنى؟ لعده اسباب. لو الواحد يعني استقرا التاريخ او حتى استق يعني بص على الجغرافيا هيحس بان هو ممكن ان احنا نوصل لحاجه تبقى يعني مبشره جدا. الشهور الجايين بمعنى على ايه؟ بمعنى ايه؟ انا هقول لحضرتك، يعني مصر مرت بفترات كتيره جدا 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 عبر تاريخها، كانت فترات يعني اكثر حلاكه من اللي احنا فيه بكتير جدا جدا، وكانت الصوره سوداء. يعني في خلال الفتره اللي هي ما بين سنه 1801 و1805 اللي هي الفتره اللي طلع الحمله الفرنسيه وبدا يخش مثلا يبدا عصر محمد علي، في خلال الفتره دي احنا كان الحمله الفرنسيه سابت ارث صغير كده، سابت حاجه اسمها وصف مصر، كتاب وصف مصر. كتاب وصف مصر الحمله الفرنسيه اتكلمت على انه، او العلماء بتوع الحمله الفرنسيه اتكلموا على انه الشعب المصري شعب كسيل، والشعب المصري شعب ما عندوش رغبه في العمل، وانه الامكانيات ما هياش على قدر طموح الشعب. ما سنه 1820 بمجرد ما محمد علي ما جاش من البانيا، ما جاش بكياس الفلوس وبالجيش وبالذخيره، محمد علي طور وأدار البلد بشكل كويس. في خلال 10 أو 15 سنة كان محمد علي عنده أكبر أسطول في جنوب البحر المتوسط، جنوب وشرق البحر المتوسط، وكان عنده أكبر جيش في المنطقة. طب حلو، إيه اللي عندنا احنا بقى الأيام دي عشان يعمل كل هذا التساؤل؟ اللي أنا أقصده إنه في كل المراحل اللي فيها ممكن نقول إن في دروب، الشعب المصري بيبدع وبيظهر للناس أحسن ما عنده، وبيبدأ يطلع او يبدا يعمل. طب الشعب المصري دلوقتي محبط، انت شايف اي مظاهر؟ عمر الشعب المصري ما احبط، الشعب المصري عمره ما احبط، حتى في العصر اللي فات، في 30 سنه اللي فاتوا، اللي هو كان المفروض ان اي شعب في الدنيا ممكن ان هو يحبط، لكن الشعب المصري بيعرف يعيش تحت اي ظرف، وبيعرف يتغلب على الظروف بتاعته. النهارده كان في جنان الاخبار يعني مؤشر عليه بيقول لك ان اكثر شعب واكثر ابتهاجا هو الشعب المصري. أقصى شعب ابتهاجا في العالم هو الشعب المصري. ده بيطلع نكت على كل المصايب اللي بتحصل. مكتوبة النهارده في لا هو بس استكمالا للي محمود كان بيتكلم عليه في حته ان العقارات حصل لها طبعا هدوء نسبي زيها زي كل القطاعات الثانيه بعد الثوره بالست شهور. وحصل بعد كده طفره في مجال في المجالات عموما، يعني في جميع الانشطه وحصل فيها طفرات. بس قطاع المباني عموما او العقارات عموما دايما اقتناء الاسد لو هذه النوعيه من الاسد بتبعث في الناس طمانينه. جرى العرف والعاده والمعرفه ان العقارات دايما بتكسب. فالناس دلوقتي وضع فلوسهم او ان كلهم يحطوا فلوسهم في عقارات ده امن لهم يحطوا فلوسهم في البنوك. فاعتقد دي يعني كان سبب من الاسباب اللي حصلت الطفره. استكمالا لكمان دكتور احمد ان بعد حصلت الثوره اعتقد احنا اقل الشعوب تضررا طبعا، يعني بالنظر للناس كل الاسف اللي حصل لبعض الشهداء والاحداث اللي حصلت السيئه دي، لكن احنا من اقل الشعوب تاثرا، لان احنا الحمد لله عندنا اراده وبلدنا ده بلد
متدينين جدا وعارفين ربنا، بنختلف مع بعض كتير. والله انا مبسوطه ان اول حلقه من على المقهى رواد المقهى بحاجه التفاؤل. يعني حتى اللي حصل في الدولار، يعني دي احنا عايشين في الهم ده، الأزمة دي بقى لها كام يوم؟ احنا وصلنا يعني سنة بس 2005 في ريكفري هيحصل بسرعة. 2003 سنة 2004 و2005 كان الدولار أنا اشتريته ب 7 جنيه 35 قرش. ورجع الدولار تاني بقى ب 5 جنيه ونص، وبعدين بدأ يطلع في الوقت اللي فات ده، بس عشان في إشاعات وفي تقريبا والله أعلم في ناس ممكن تكون من مصلحتها إنها تحرك الكلام ده أو حاجة زي كده. لا في بس برضه ده ما يمنعش إنه في خبراء اقتصاديين بيقولوا إن إحنا وضعنا الاقتصادي مش قد كده. لا يعني هو في وضعنا الاقتصادي مش قد كده، هم أدرى، هم اللي بيتكلموا في هذا المجال ومطلعين والإندبث قوي في الموضوع ده يقدروا يقولوا كده. بس في نقطة مهمة جدا في الشعب المصري أو في الشعوب العربية، حتة البنك. يعني هو لما نسمع ان في حاجه، سمعنا ان في حاجه في الفرص في البورصه كله بيبيع، سمعنا ان في حاجه في الدولار هيعلى فكله عايز يشتري، فلازم اليات السوق هتشتغل، لازم يحصل ندره، لازم هيحصل يعني كويس. بس المواطن بقى الغلبان الضعيف اللي ملوش بقى في الدولار، المواطن الغلبان والضعيف ده مفيش قدامه غير التلفزيون. هو بيفهم منه. يعني سنه 2003 ولا 2004 لما بقى الدولار ب 7 جنيه وربع، طلع السادة الإعلاميين قال لك هو تحريك لسعر الدولار وعومنا الجنيه وعشان دي تبقى حاجة كويسة للبلد ويبقى الجنيه بتاعنا كويس. وعبد الله طاير فتح البنك يوم الخميس والجمعة عشان يدي قروض للناس عشان يعملوا ثروات مضاعفة من هزارايا بيعملوها ولعبة ويضحكوا بيها على الناس. لكن دلوقتي لما نبقى في أزمة حقيقية ويبقى في دولار يعلى شوية يطلع الدنيا كلها تقول لك الدنيا خربت، ياللي الدنيا خربت، ياللي عملت وسويت في إيه. طيب ما نقرر ان احنا يعني قعدنا سنتين ما نعملش حاجه، احنا نتكلم في السياسه ونتكلم في الدستور ومين احسن ومين اوحش، وده مامته كانت بيشتغل ايه ومترشح رئيس جمهوريه، وده مامته امريكيه، وده مامته مش عارف. طب ما نقرر نقعد شهرين نشوف شغلنا، نقعد نشوف شغل كل واحد يشوف شغله بجد، المذيعين يشوفوا شغلهم بجد. ما شايفه شغلي هو قاعده مستنياكوا يعني. ايوه بس هو في ناس يعني بتشوف شغلها زي حضرتك بالظبط كده. هو صدفه ان بيجي شغلها ان هو يطلع كل يوم يقول كلمتين، هو ده شغله. فإذا ما حدك بتشوفي شغلك بتلاقي ناس بتستقطب لمنابر إعلامية معينة وبتقول مضايقين من الإعلام واضح وبتقول عشان بس برضو الحقيقة يعني يعني مصدر تفاؤلنا إن إحنا يمكن إن كونتاكت شوية بزيادة مع الطبقة اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي. نديهم بقى شوية تفاؤل. إحنا كنا قبل ما نبدأ على الهوا كنا بنتكلم على مشروع أنتوا حضرتك. والحقيقه كان كنت انا بدات بيه ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها اللي هي يعني مصادر التفاؤل. انه هذا الشعب اللي حفر قناه السويس بالغلق والفاس يستطيع ان هو يعمل اي حاجه في الدنيا. احنا كنا بنراهن على الحته دي. فاحنا الحقيقه تبنينا مشروع، وكان حتى معايا فيه الاستاذ محمود. ايه بقى المشروع؟ تبنينا مشروع ان احنا نروح الوادي الجديد ونخلي المحافظه تخصص لنا قطعه ارض، وفعلا ده حصل، خصصت لنا حته ارض في حدود ال 12 فدان. وكنا التارجت بتاعنا ان احنا هنجيب 200 مواطن، نجيب 200 مواطن بمواصفات معينه اللي هم الطبقه اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي التحتانيه خالص، اللي هي الدوله مش هتبص لهم حتى لو بقت في قمه الاشتراكيه، مش هتبص للطبقه دي خالص. فاحنا جبنا 200 مواطن وقلنا ان احنا نبني بالخامات الطبيعيه بالطفله والرمله عليها تبني، وعملنا برضو عليها زي اختبارات وكده، وبدانا نعمل قريه مكونه من 200 بيت بايدين الناس. تكلفه القريه دي كلها صفر، وكل القريه دي بتعتمد على العناصر الطبيعيه، حتى الصرف بيتاخد وبيبدا يتعمل منه ريسايكلينج بحيث ان هو يطلع غاز الميثان يستخدم في المواقد جوه. وجبنا الناس، وكمان كنا بنبني بايدين الناس، فكنا بنعلمهم ازاي يبنوا وازاي يبيضوا وازاي يحطوا. طب انتوا اخترتوا ازاي ال 200 شخص دول؟ جبتهم ازاي؟ احنا الحقيقه اخترناهم طبقا لمواصفات معينه. احنا اخترنا الناس طبقا لانه يبقى اولا ما عندوش شغل او ما عندوش وظيفه او ما عندوش مهنه كمان. يعني احنا عايزين واحد من اخر السلم خالص، عنده وقت وعنده صحه. قلت له ايه؟ عنده وقت وصحه بس. وخدناهم قلنا كان التارجت ان احنا هو هيبني البيت وهياخده في الاخر، فهو هيبقى مستفيد، الدوله هتبقى مستفيده، هو هيبقى مستفيد بان هو هياخد بيت وهيتعلم صنعتين، يعني هيبقى بنا ومبيض في نفس الوقت. وبدانا فعلا معاهم. احنا بدانا المشروع بحوالي 38 واحد في خلال 5 شهور. كنا بنعمل الطوب، بنعمل مولدنج للطوب في الموقع بالطفله والرمله والحاجات دي. انتوا وصلتوا لغايه فين في وصلنا ان احنا بنينا 8 بيوت بايدين الناس، وطلعنا من ال 38 واحد اللي كانوا موجودين معانا 25 صنايعي كويسين، يعني قدروا ان هم يشتغلوا. فاحنا استفدنا بان احنا اهلنا الناس
لان هم يبقوا يقدروا يخشوا سوق العمل ويبقوا اصحاب مهن ممكن ان هم يتكسبوا منها. وكمان وفرنا لهم بيوت، يعني في ناس منهم ما كانش عندهم حاجه خالص، يعني ما كانش عنده لا بيت ولا، وبرغم ان هو عنده اسره. قد ايه المحافظ تجاوب معاك وساعدك؟ المحافظ في بدايه المشروع الحقيقه كان في تجاوب بشكل كلي وجزئي، يعني كان لدرجه في قمه الحماس، لدرجه ان هو الاول لا هو الحقيقه مش هو اللي مش هو اللي مش هو مش هو المشكله يعني مش بتاعته، يعني هو المحافظ يعني يكفي ان هو قال تعبير لطيف جدا في الاول، قال انا هلبس الجزمه والابرول وهنزل هشتغل معاكم بايديا يعني. وانا الحقيقه برضو خدت الطلبه بتوع الجامعه عندنا وبداوا يعملوا يرسموا الموقع على الارض كله بتاع القريه، وعملنا لهم حاجه لطيفه. وللاسف بس هي الاحداث اللي بتتم كلها وانه الناس ما بقتش يعني شويه كده بدات الامور تتعمل، لكن الحمد لله احنا عندنا بدايه تانية في يمكن في محافظه الشرقيه ممكن نبدا في نفس المشروع. هي مبادره تستحق وقت اكتر من كده. ده اللي خلانا عندنا تفاؤل انه الشعب المصري هيتغلب على ظروفه ويتغلب على حتى الظروف المحيطه فيه في 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 احلك الظروف، ومهما كانت الصوره مش عجبانا احنا يعني. لكن أنا عندنا ثقه يعني. مهم جدا وعايز اقوله الناس بالسنه الجديده ان احنا شعب مصري شعب طيب جدا، نرجو اسقاط الخلافات ما بين الطيارات. يعني احنا شايفين في معارضه، المعارضه مطلوبه، بس ما دام انا بعارض لازم اطرح حل، ما استناش انا اعارض وخلاص، مش هقعد اعارض واختلف وخلاص. اعارض واختفي وهو كده انا عايز كده، هو انا مش جاي، انا مش رايح، انا مش طالب، لا لازم اعارض واطلب حلول واطرحها، اطرح حلول وابقى ايدي في ايد الحكومه او سواء اي جهه بتحكم البلد حاليا، انما ما بجيش انا اعارض من وجه الاعتراض. انت عندكم امل ان السنه الجايه ان شاء الله الناس على اختلافاتها تتعلم اللي حصل السنه اللي فاتت، وانه يبداوا يتفاهموا ويتكلموا مع بعض؟ الناس ما عندهاش بديل تاني، لازم نقعد مع بعض ونحب البلد بجد، ما يبقاش شعارات، نفس المجال لازم وكل واحد يشتغل ويسيب التاني يشتغل، يسيب الرئيس يشتغل ويسيب الحكومه تشتغل، ما يبقاش قاعد لهم هو عمل ايه يمين صح لا ده شمال غلط شمال صح. هو زمن الاتجاه الواحد انتهى خلاص، ما عادش في اتجاه واحد، ما عادش في نظام واحد هو اللي بيمسك البلد. انا شايف حتى ان لازم نفسح المجال بيننا سياسيا، انا شايف ان هو برضه يدعو للتفاهم. ليه؟ لانه لو احنا بنتكلم على انه في حكومه من تيار معين وبتحكم ومفيش حد بيعارضها، يبقى على البلد السلام، الدنيا هتروح في داهيه يعني. بس المعارضه لكن هي المعارضه، لا هي المعارضه لما تكون قويه فمعنى كده ان الحكومه هتبقى اقوى، يعني المعارضه القويه التي تنير الطريق للحكومه نفسها ده كويس، وده انا شايف ان هو مصدر يبعث على التفاؤل. اليه المعارضه بقى ازاي او هم بيرضوا او ما بيرضوش؟ المعارضه مشكلتها الوحيده انها مش قابله للحوار، فهي دي المشكله. لكن هو احنا لازم نلتقي عند نقطه معينه. بس هي المعارضه بتقول انه ما احنا بنتحاور وما فيش حاجه، لا هي مش كده، هي يعني المعارضه دورها لا يقل نهائيا عن دور الحكومه بحال من الاحوال. لا بس تصنيف المعارضه نفسها، تصنيف المعارضه مين هو المعارض؟ يعني مين اللي يكون الحق ان هو يعارض ويقول كلمته؟ يعني مين يعني بيقول ايه؟ مين بيقول ايه؟ انا في الحقيقه كنت احب اكمل معاكم اكتر من كده، لكن وقت الفقره دي انتهى، ادتوني جرعه تفاؤل هكمل بيها الحلقه وكم حلقه جايين كمان ان شاء الله. نتمنى ان احنا نشوفك مره ثانيه، واحنا يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده يطلع صدى فعلا حقيقي، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. وان شاء الله المبادره دي نهتم بيها لانها يعني تستحق الاهتمام في الحقيقه. انا بشكركم شكرا جزيلا على وقتكم. مشاهدينا فقرات المقهى مستمره معنا بعد هذا الفاصل القصير، انتظرونا. يا رب والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا تنفست مسرورا ومكتئبا إلا وأنت صهيلي بين أنفاسي.
شراب الماء من عطش الماء.